أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تحدثنا في هذه الآية ومنكتشف أنه تسمية الأقصى هي تسمية إسلامية، يعني بمعنى قبل الإسلام ما كانش معروف اسمه الأقصى وإنما بيت المقدس، ولذلك لما قريش استغربت موضوع إسراء الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يصف إيش؟ مش الأقصى، بيت المقدس، بيت المقدس، البيت المقدس، البيت المقدس، على اعتبار أنه كان آثار، آثار وإله معالم. هذا يعني حبيت ألفت الانتباه بعد ما انتهينا من تفسير الآية الأولى إن شاء الله. إنه هو السميع البصير، انتهى. وآتينا موسى الكتاب، وهذه قضية عجيبة. ليش؟ إيش دخل موسى في الموضوع؟ يعني هنا الموضوع قلنا إسراء من مكة إلى المدينة، عفوا إلى القدس. في مكة ما فيش يهود، في القدس ما فيش يهود. فمن هنا تبعتوا الآية فيها إعجاز، إيش علاقة اليهود؟ واليهود كانوا مستضعفين في الأرض ولا إلهم ذكر. بدأ الكلام وآتينا موسى الكتاب. إيش هو الكتاب؟ التوراة. وسبق لفتنا الانتباه أكثر من مرة إنه التوراة ذكرت في القرآن الكريم 18 مرة، ولا مرة ذكر في القرآن إنه الله سبحانه وتعالى آتى موسى التوراة، ولا مرة. هاي هون إيش يقول؟ وآتينا موسى الكتاب. طب ذكر إنه آتى موسى التوراة؟ أبدا. ولكن من مجمل النظر في القرآن ومن صريح السنة منعرف إنه التوراة نزلت على موسى، زي حديث مثلا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لحاقام: أسألك بالله الذي أنزل التوراة على موسى. يعني هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ فشو قال له؟ أنزل التوراة على موسى. ثم اليهود يقولون أنه أنزلت التوراة على موسى، ثم المسيحية يقولون أنزلت التوراة، النصارى أنزلت التوراة على موسى. إنما القرآن ما صرحش. طبعا لابد أنه يكون في حكمة، يعني القرآن صرح أنه نزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، صرح أنه آتى عيسى عليه السلام الإنجيل، لكن هنا لم يصرح. ليش؟ في احتمال من ضمن الاحتمالات انه يكون التوراة بدأ نزولها على موسى عليه السلام وتكاملت من بعده. يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا. يعني في احتمال التوراة مش زي القرآن انه القرآن من البداية حتى النهاية نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. في احتمال انه تكاملت التوراة يكون بعد موسى عليه السلام، احتمال. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه، مين جعلناه؟ موسى ولا الكتاب؟ هو طبعا المتبادر للذهن الكتاب. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه، على اعتبار انه الضمير اقرب مذكور، واقرب مذكور هون ايش؟ الكتاب. لكن وارد انه يكون المقصود موسى، وارد، يعني مش بعيد المعنى كثير. المعنى المتبادر وآتينا موسى الكتاب وجعلناه، أي الكتاب، هذا المعنى المتبادر فورا. إنما يمكن يكون برضو بيرجع لموسى إنه وجعلناه، أي موسى، هدى لبني إسرائيل. مش دائما لأقرب مذكور، لما يكون في قرائن بتجعلنا نصرف الضمير لما هو أبعد. لما يكون في قرائن، هون ما فيش قرائن، وإنما محتمل مقبول. وآتينا موسى الكتاب وجعلنا، يعني موسى،
هدى لبني إسرائيل، آتيناه الكتاب وجعلناه. بس الحكى عن الشخص يكون هادي مش هدى. بكون هدى، الكتاب الرسول هدى والقرآن هدى وانت ان شاء الله هدى. هدى ابلغ ما هي من هذه، لما تكون هدى ابلغ من هذه على فكرة. لما يكون هو هدى، كيف لما فلان يقول تقي توقع، يعني في تفاصيل في المسألة بتكون ابلغ. نعم. العدل مش العادل ابلغ، مش هيك يا شيخ طارق؟ نعم. طيب، وجعلناه هدى لبني اسرائيل. بني اسرائيل اللي هم ابناء يعقوب، وسبق انه تحدثنا في بعض الدروس انه اسرائيل، واعطينا الادله هو يعقوب عليه السلام، واي كلام ثاني هو كلام، أي كلام ثاني هو كلام. بني إسرائيل أبناء يعقوب، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وفسرنا معنى إسرائيل إذا بتذكروا، مش وقته طبعا الآن كمان.